توصف مساهمة الفنانين والرسامين وأصحاب المبادرات التطوعية من الشباب والشابات في ثورة تشرين بمحافظة القادسية بأنها الأكثر نضارة لما تخللته من رسومات ومخطوطات على جدران شوارع مدينة الديوانية في محاولة لإيصال رسالة مفادها نحن سلميون ونرغب بحياة كريمة. مبادرتنا طبعا هي ذاتية، يعني أغلب الأشخاص جمعوا بيناتهم، أكو أشخاص لموا تبرعات، بالنسبة إحنا 5 أشخاص رسمنا بهاي الجهة، لمينا بيناتنا فصار فد مبلغ معين وقدرنا نجيب أدوات وساعدنا البقية حتى يقدروا يشتغلون ويانا. مواطنين مجردين من كل انتماءاتنا نرسم أفكارنا إنه إحنا نريد وطن، نريد مدينة بعيدة عن الطائفية، بعيدة عن الحزبية، بعيدة عن كل الأمور اللي ممكن تأثر سلبا على الأشخاص. ولعل تلك الظاهرة ليست بجديدة، فمساهمة الفنانين من طلاب معهد الفنون الجميلة بالمحافظة في التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام من خلال رسوماتهم وإبداعاتهم التي جسدوا فيها تلك المطالب سيبقى أثرها وصورها على جدران المدينة شاهداً على سلميتهم وعنواناً لرفض الاستبداد وفساد أحزاب السلطة. مجموعة من الشباب المتطوعين خرجنا من أجل تزيين شوارع الديوانية، وكان دعم ذاتي يعني من عندنا، ورسالتنا هي نقل أحداث العراق عن طريق الفن والرسم. نحفز الشباب أنه مثل ما طالعين مظاهرات سلمية يعمرون الأشياء الموجودة داخل بلدهم أو داخل مدينتهم حتى يحفزون البقية على الشيء الجميل داخل المدينة. وكان لهؤلاء الشباب المبدعين دور فعال في إدامة زخم التظاهرات في الديوانية، حيث شكلوا فرقا تطوعية خاصة للرسم على جدران المدينة الرئيسة، وفرقاً أخرى لإقامة معارض القراءة المجانية من أجل تثقيف الشباب المعتصمين، مؤكدين أن تغيير التفكير هو الطريق الأسلم لتغيير الحياة. اليوم وجودنا بالمظاهرات هو لإيصال فكرة أن الثقافة هي المنطلق الرئيسي لهذه المظاهرات ولهذه الثورة. فالأشياء الشيء اللي حبينا نأكد عليه أنا أن الشباب في المظاهرات مو فقط يعني جايين يتونسون، هم شباب أيضا مثقفين ويقرون. كتبنا لافتة طبعا الثقافة في سبيل الوطن، قراءة مجانية مدة 3 أيام صار لنا، اليوم الثالث عندنا خيمة، نصبنا خيمة وراء، فاللي يحب يأخذ الكتاب ويقعد جوا بالخيمة يقرأ. التظاهرات في العراق خلقت جوا من الأمل والإيجابية رغم التضحية التي قدمها ويقدمها المنتفضون من أجل الشعار الذي أصبح أيقونة يرددها الجميع: نريد وطن.